اهلا وسهلا فيكم بموسم المشاهير لبرنامج طباخ افندي اللي هو اول برنامج طبخ للرجال في العالم العربي. وصلنا للدور الثاني والمشاهير اللي فازوا بالدور الاول راح يتنافسوا مع بعض وحيفوتوا بتحديات صعبه عليهم بس مسليه لكم. الجائزه بنهايه البرنامج راح تكون 15,000 دينار مقدمه من اورنج، راح يتبرع فيها الفائز للهيئه الخيريه الاردنيه الهاشميه لدعم جهودها الخيريه في قطاع غزه. وهلأ الفريق الأول تأهل معنا من الدور الأول وصار في الدور الثاني، خلينا نشوف من خلال هذا الفيديو قد ايه بيعرفوا بعض. المفروض أنا اللي مربيها إلى حد ما. إخوي نحن بنعرف بعض. وفي في تخاطر كمان ببعض الأشياء. عندنا نكت مشتركة. المفروض بنعرف بعض منيح. بنيسان بس مش ذاكر النهار. 18 نيسان المفروض. 20/4. المفروض بتحب كتير المشاوي. ملوخية. هارمي كلمة ما عندي جواب لأنه هعتبر إنه الأحمر. هقول أسود. أنا طبعاً. أنا وصغيري كناني شاكر. كوميديان أو هوست أو اثنين سواء يعني مثل بقول لك هشام حداد يعني. كاد المالح. في شغلتين بتخاف منهم أمل؟ ما بعرف إذا في عندها شغلتين بتخاف منهم. الموت وال عتمة. مش من زمان بس أنا نسيت شوي. أنتوا فايتين يعني بتعملوا خلاف بين الإخوة ولا سفرة على الأردن؟ هاي السفرة مش محسوبة يعني. ربحنا هو بالحلقة من ورا الطبخ. كان لازم راجع الأسئلة قبل ما تسأليني. أشرف وأمل صاروا موجودين معانا داخل الاستوديو. أشرف وأمل شو؟ بالتقرير طلعتوا مش كتير بتعرفوا بعض. معلش هلا تعلمنا الاسئله. المره الجايه بنحسن الاداء. المره الجايه بنحسن. شو كيف وضعكم لهلا في الاردن؟ ليك ما بعرف كيف بعدنا سايعين لان انا على اكل المنسف بعد شوي بدي اخذ الاستوديو كله يعني. ما بعرفش كيف بعدنا ظبطين. نكبر بالفوليوم. حلو كثير. اشرف وامل خلينا نروح ونشوف الفريق الثاني المنافس لكم واخوان برضه، خلينا نشوف اذا قد ايه راح يعرفوا بعض من خلال هذا الفيديو. احنا اخ 5 اخوات. انا وحسام اكتر 2 قريبين من بعض يعني احنا الاثنين اكتر 2 قريبين من بعض فنعرف عن بعض كتير يعني ده حقيقي يعني سوها شي نو تو ماتش وده في حد ذاته شيء يقلق يعني تحس ان في جهاز مخابرات قاعد معانا بيعرف كل حاجه عن كل حاجه. عيد ميلاد حسام 26/4 برج الثور. عيد ميلادي 26 ابريل. بيحب ياكل فته فته بالطريقه المصريه وورقه لحمه. بحب ورقه اللحمه قوي وبحب الفته الفته المصريه جدا. اللون المفضل البيج والازرق الفاتح اللي هو السماوي شويه كده. ان انا بحب البنيات. فيلم او مسلسل بحب الاسباني وبحب مسلسل فريندز. ممثل توم هانكس طبعا وروبن ويليامز. وبحب توم هانكس جدا اثر في حياتي بشكل طبيعي غير طبيعي. وبحب روبن ويليامز جدا هو اكتر واحد بقى كنت بحبه يعني بعتبره مثلي الاعلى كمان. حسام بيخاف من السواقه جدا ما بيحبش يسوق ابدا ابدا. طبعا بخاف جدا من الصرصار اللي بيطير. اخر هديه انا جبتها لحسام كانت كوتشي. اخر هديه جات لي من سوها اهو الشوز اللي لابسه كوتشي ده. فريق حسام وسهى راح يتنافسوا ضد فريق امل واشرف. استاذ حسام مدام سهى ازيكم؟ تمام الحمد لله زي الفل. الف الحمد لله على السلامه. اخ يلا بقى في الاردن عامله ايه؟ حلوه قوي. انا سمعت حاجات كتير قوي. امبارح رحنا بقى البحر الميت ومش عارف اقول لك بقى. كنت غرقان في الطينه كلها. هنتكلم عن كده اكتر واكتر ولكن امتى يا استاذ اشرف؟ بعد ما نروح للمزاد. طباخ افندي حسام واشرف امل وسهى كيف الحال؟ تمام كله تمام؟ وصلنا هلا لفقره المزاد اللي عملتوها بالمرحله الاولى، كل واحد منكم عنده كوينز افندي كوينز، هلا رح ندخل فيهم على المزاد. حسام عندك 6500 افندي كوين و5900
وخمسين أفندي كوين مع الأستاذ أشرف رشرش وأمل رشرش. طالب أشرف وأمل كانوا فلوس حابين يبعثوها اليوم. راح نبلش هلأ بفقرة المزاد. المزاد زي ما بتعرفوا كلياتكم إنه الصنف الأول والثاني هو اللي بيساعدكم بعملية الطبخ. الصنف الثالث راح يكون هو منتج إحنا مصممينه خصيصا لراحة المنافس تبعك، فراح تشتريه عشان تعطيه للمنافس وتضيع عليه وقته. وراح نبلش بأول صنف راح يكون معانا بحلقة اليوم يا أمل، وهو دجاج مقطع وجاهز للطبخ. شو بيعني هذا الحكي يا أستاذ أشرف؟ إنه في عندك دجاجة كاملة جوا بالسلة بعظمة بكامل قواها العقلية، إذا تضطر تذبحها برشها بقى. لا لا مش برشها، مش برشها؟ لا لا بس أنت لازم تضطر تنظفها وتقطعها وتخليها جاهزة للطبخ، فهذا الجهاز رح يسهل عليك عملية الطبخ معك. رح نبلش فيه 50 أفندي كوين. 75 أفندي كوين. 300 أفندي يا أفندي. 300 أفندي كوين من الأستاذ أشرف. 350 ده احنا عندنا فلوس كتير قوي. 400 أفندي كوين من الأستاذ أشرف. 422 أفندي كوين. 800 احنا جامدين قوي. أنا الفرخ دي مهمة قوي بالنسبة لي. أنا الفرخ 820 من لبنان. 821 من مصر. لبنان تقول 850. ده لبنان بيحبوا الفراخ قوي. طبعاً عندنا علاقة جيدة. 875 من أمل طالب. 870 واحد. 75. 875. 880 احنا نبقى كده للصبح. 880. 85. 885. 885 واحد. 890 من أمل طالب. 950 من أمل طالب واحد. 950 أنا طالب. 995 واحد. 995 اثنين. 995 ثلاثة. اشتريتوا الجاج المقطع. صرفنا الفلوس كلها. برافو عليكم عن جد. برافو عليكم. هلا راح نروح للمنتج الثاني. المنتج الثاني كمان راح يساعد عليكم في عملية الطبخ والطبخة اللي راح تكون معانا اليوم. بدكم تديروا بالكم وتركزوا كتير منيح وتشتروا هذا المنتج اللي هو رب البندورة. عقاقير. نعم. هذا الاشي راح يساعدكم كتير، وهاي الصلصة راح تساعدكم كتير في عملية الطبخ، وهذا يعني انه راح يكون في عندك بندورة جاهزة بدك تعملها زي هيك يا أستاذ إذا ما اشتريتش الحاجة دي. شوف يا أستاذ حسام الموضوع مش سهل. راح نبلش على هذا المنتج ب 100 افندي كوين. 150 150 اوكي. ابو طالب 160 من الاستاذ حسام. 160 واحد. 160 200 200 201 هنعرف نعمل. 201 220 220 من امل طالب. 220 من امل طالب. 221 221 من حسام داغر. 250 250 واحد. 250 251 من استاذ حسام داغر. يا سلوى. يلا 300 افندي كوين. 303 وراح المنتج لامل طالب. برافو عليك يا امل، اختيار موفق جدا. شكرا. وهلا وصلنا امل واشرف وحسام وسوها الى المنتج الثالث، وهو اللي لازم تشتريه عشان تسهل حياه المقابل وتخليها سعيده جدا طبعاً. وتخليها حلوه كثير خلال الطبخ. المنتج الثالث عندنا اليوم هو هذا العصير الحلو. ايش بيعني هذا الحكي يا استاذ حسام؟ هذا اذا في عندك ضغط او اي مشاكل راح نشربك هذا كلياته عشان تطلع المقادير اللي موجوده جواته. شو هو هذا؟ والمقادير لازم تستخدمهم من خلال الطبخ، فانت راح تضطر تشرب عصير ليمون بكميه كبيره قوي عشان تقدر تاخذ المقادير اللي موجوده في الحله. ده بق واحد ما تقدريش. ده بق. والمزاد راح يبلش على 150 افندي كوين. 150 افندي كوين واحد. 152 افندي كوين. 500 افندي كوين. شايف الارحى جاي. اشرف طالب في العالم جاي في الارحى جاي. اشرف طالب هتشربوه يعني هتشربوه. 500 افندي كوين واحد. 520 520 الحسام داخل. 1000 افندي كوين. لا ده احنا هنرفع ضغط بعض. 1000 افندي كوين. لا يهمني هرفع لك ضغطك عشان تشرب الليمون. 1000 افندي كوين واحد. 1000 افندي كوين اثنين. 1001 من حسام داخل. 1500 من اشرف طالب. 1501 1500 اثنين. 1550 1550 من حسام داخل. حسام داخل 1550 1700 من اشرف طالب. اشرف طالب 1700 هتشربه هتشربه هتشربه. 1750 1750 2000 من اشرف طالب. 2001 انا اشربه. 2002
تديني بين 3000. مبروك أشرف طالب، أخذت العصير، عصير الليمون اللي رح يرفع ضغط الأستاذ حسام داغر. المزاد هالمرة تعبنا. كان في مصروف من ناحية، لأنه موضوع الليمون مش هين أبداً يعني الواحد، ولأنه حسام بيزيد باثنين وثلاثة وصلنا بس يعني حسام عم يزيد وعم يزيد لي ضغطك يا معه، واثنين وثلاثة وأربعة. شلين بلعب مبدأ اللي هو إيه، نسيب لهم حاجة وناخد إحنا حاجة، صح؟ إحنا قلنا نسيب لهم حاجة عشان الموضوع يبقى سهل، إحنا خدنا الفراخ وقلنا نسيب لهم الصلصة يعني. بالظبط، وهاخد أنا بقى الفراخ، الفراخ إيه؟ الطباخة فندي كوين دي، وأروح أصرفها كلها من عند الصرافة. وهلا خلص المزاد، خلينا نروح إلى فاصل ونرجع نكمل. ايه يعني شوية ليمون؟ بعد الفاصل راح نشوف حسام اذا راح يقدر يشرب عصير الليمون، وليش اخذ اول بز، وشو قصة الفلفل الحار مع اشرف. طباخ فندي. قبل الفاصل حسام وسهى اشتروا الجاج المقطع ب 995 افندي كوين، وامل واشرف اشتروا صلصة البندورة الجاهزة ب 300 افندي كوين. اما المكونات اللي بعصير الليمون فاشتراها اشرف لحسام ب 2000 افندي كوين. صراحة ما كانش ابدا مزاد سهل ابدا. انت مش سهل ابدا، انت دافع من جيبك يا راجل، ما تدي فلوس. الشيف تيمور صار موجود، زعفة كثير كبيرة للشيف كبيرنا، زيت بمقليتك نحن يا شيف. شيف شو حلاوة أول إشي يوم أبيض بعدين أنت، ما أنا غيرت منك بس أنت أبيض وأنت لابس أسود نور اليوم. عم تتألق أخ أحمد، عم تتألق. الله يخليك، الله يخليك أخ تيمور. كيفكم شو أخباركم؟ تركوا لحالكم شوي، كل ما تتغزلوا بعض بس جينا بوقت مش مناسب. لو ممكن وقت مش مناسب خلاص يعني لازم نعلن عن الحب تبعنا. لا كتير سوري معلش. كم تيمور الموج صار موجود معنا. شيف اليوم أشرف عنده رب البندورة، أيوة، والأستاذ حسام داغر رح يشرب اللتر الليمون هذا اللي قدامه. ضابط لتر الليمون مع قميصك. أنا بموت في الليمون يعني وضعك استوائي. لابس قميص استوائي مع الطقم. وأيضا عنده الجاج المقطع. ماشي، فشيف تيمور تحكي لنا شو راح يطبخ اليوم. أنا بصراحة اشتقت لكم كتير، احنا هلا بمرحلة الثانية، المرحلة الثانية راح تكون أصعب، فالطبخ راح يكون أصعب، مع أنه أنتوا التنين مش لازم تدخلوا على المطبخ من الأساس يعني. أنا أصلاً عارف شو موجود هون يعني، بس مش مشكلة، إحنا بنربي أجيال مشاهير طبخين ولا إلهم دخل بالطبخ. طبخة اليوم معانا راح تكون هي عبارة عن دجاج التكة. دجاج التكة؟ دجاج السبايسي؟ السبايسي. آه حلو. السبايسي المشوي؟ المشوي السبايسي. ممكن نستعين بسيري؟ ممكن تستعين بسيري، وممكن كمان تضيفي على الدجاج التكة الأرز الملون. أوه الملون؟ آه تشيكن تكة مع الأرز الملون. المكونات: دجاج، أرز بسمتي، توم، بابريكا، لبن، صلصة البندورة، ملون طعام. أشرف وحسام احنا بدنا حلقه نار، ابشر. فالمهم بدنا نطلع هلا السله اللي موجوده تحت اللي فيها المكونات، واستاذ اشرف انت حتستخدم مكونات موجوده جوا عصير الليمون اللي مجهزينه لحضرتك، وراح يبلش وقت الطبخ. امتى شيف تيمور؟ هلا 30 دقيقه. ليش؟ عشان نفوز. ليش؟ ليش مصعبينها؟ ليش؟ هو ده الليمون؟ هو ده الليمون. هو ده الليمون. هتبدي تشربه؟ ايوه ايوه انجوي. ايه ده؟ انجوي. ده مش زي الليمون بتاعنا. عامل ايه؟ عامل ايه؟ طعمه مش مر حادق قوي قوي. اشرب اشرب. قد ايه اشتريت له اياه انا؟ اشرب. قد ايه دفعت حقه انا الليمون؟ 2000؟ 2500 بس. لا ما حدش قال لي كده، ضحكوا عليا. ما حدش قال لي الليمون حامض قوي كده. احنا عاملين لك فخ اليوم عشان شفنا ضغطك مرتاح، عاوزين نرفعه. حسام احتمال الانسحاب ما زال متوفر امامك. على فكره الشيفان بتنسحب كويس. اللي بدك. لا لا هي بتشفط بس انت. لا 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 ما بتشفطش. انا هشرب كده. روح. ايوه ايوه يلا 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 يلا. حسام ده حسام داغر قوي حبيبي. داغر علينا بالعرض. انت داغر على طمع. داغر على طمع. احنا ليش جيجي عندك؟ انت كويس.
هعرف دلوقتي انا كويس ولا لا. ادوني خمس دقايق. انا اللي اصريت اشتري الليمون لحسام لانه كان او انا بدي اشربه او هو بده يشربه، ففضل انه هو يشربه حتى لو احسب المصاري اللي مجمعها. يعني شايف القرحة جاي، القرحة بالمعدة، قال لها بعطيها لحسام. ما اشتريش الليمون لان انا اصلا بحب الليمون. ده اللي الناس مش عارفاه بقى. انا خليته هو يشرب لي الليمون، ودي كانت اغلى كوبايه ليمون شربتها في حياتي. ياه على طعم الليمون. والكركم جواه. ياه شايفين؟ ياه حياه كده. صحه صحه يا حسام، بس ما تفوت على الحمام خبرنا. احلى كوبايه ليمون شربتها في حياتي يا عيني، واغلى كوبايه ليمون. دافع من جيبك يعني؟ انت اللي دافع. انا من الافندي كوينز بتوعي. لا حامي اليوم. طمني عن التقطيع. تقطيع ايه؟ نحن فايتين فيها بايدينا. خلصنا نحن. شيل الصينية من الفرن. سيد حسام. سيد حسام. ايوه. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. بلشت طبخ؟ كله تمام. امورك مرتاح؟ مبسوط؟ زي الفل. هنعمل بس. معقول في شيء؟ انا حاسس كلامك مش مشوري. ايه؟ حاسس في شيء مش مريح. فكر شويه، في غلط عم تعمل غلط كبير. ايش؟ سوري سوري سوري. لا سوري. يعني انا عمري ما انسى الغلط بتاعي. في مجال للسوري. عمري ما اكرر. اي لاف يو. الغلط اهو. معلش. انت بدي بغسل، كنت بغسل. انت انت في المرحله الثانيه يا استاذ حسام. ده انا بغسل بس. المرحله الثانيه يا استاذ. كنت هلبسه اول ما المس الاكل بايدي. حجج. حجج فاضيه. وهيه. اذا استاذ حسام. ايوه. الشيف. الشيف اعطاك باز عشانك ما كنتش لابس في ايديك. وانت لبستهم دلوقتي. الغلط فين بقى؟ الغلط في ايدينا. فنتضرب عدينا ولا ايه؟ لا احنا ناخد اوزان. احنا رح ناخد اوزان ونحطها في ايديك عشان تتذكر. خلاص انا عقبتها هي. ما خلاص معك كلام. خلاص يا كخي. جزيلا شكرا. شيف شيف دقيقة هاني جايك، لا تخاف. ربس ربس. تعالى 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 يا حسام. تعالى 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 تعالى. هنضيع وقتنا. احنا هنضيع وقتنا فعلا كده. بص بقى عشان تبقى شايف. يلا شمرهم لي ورا بس. شمرت. يا ده سؤال قوي يا جماعة. حسام انت هتلبس دول لمدة خمس دقايق بس. يلا يا احمد. ربنا يسلمك. يلا يا احمد ما عادش يتحمل. يلا يا احمد عشان ما عادش قادر يتحمل. في المخالف الثانية. شوف انا قبل شوي. المخالف الثانية. شوف في شيء؟ المخالف الثانية. لا ابدا. الدجاج. لا ابدا. الني. لا ما تقوله. الدجاج الني فيه نوع من انواع السلمونيلا. سلمونيلا. سلمونيلا. عم تلطف الموضوع عمل طالب عم تحاول. يا ريتني ما شفت هاي اللحظة. ده يا ريتني ما شفت. غيرنا الجلافز يا استاذ. ما حق. انت مسكت الدجاج وسبحت فيه وبلشت تمسك اشياء تانية. كان مش لابس جلافز؟ لا هو لابس جلافز بس. ده على السلمونيلا على كل محل. اشرف كيفك انت والحر؟ يعني اول شيء قال لي احنا شوف انا راح اعطيك تاكل فلفل حار من الاخر عشان نتعلم من خطأنا. ايه بس مش ما تخافي يا اخوكي عادي. مش كثير علي بالليل. مش كثير. اعطونا الفلفل الحار شباب. فليفل اذا في مجال. اعطونا الفلفل. بصير بس انا اخذ وحده. اوكي خذ وحده. اشوف قد ايه اسموها بس قد ايه حاره. بس اذا حبيتهم خذهم كلهم. ها وقد نظر الشيف الى الفلفل نظره صافيه. خلي وحده معك شيف يا حبيبي. هي كل ما تصغر بتبين. طب اشرب اشرب انت صوتك حلو. انا بدي اسمع صوتك قبل ما تاكل الفلفل. قبل ما ياثر على الفلفل. لا الفلفل بطل يطلع صوتي. شو بدك تغني للفلفله هاي؟ او او الجاجي ايش بتغني لك هلا؟ الجاجي بعد يومين. شو يا اشرف؟ ما في لا في غني اشرف. اشرف صوته كثير حلو. صحيح. فانا كثير حابب اسمع منك ونحكي للشيف. لا لازم اول شيء عشان نكون احنا كمان يعني حلوين مع بعض. لازم نأمن له كاسة مي. صح. اوكي شكرا. بدنا كاسة مي. لازم كاسة مي لانه راح كثير انساني اليوم. يعني شوي لا لا انا عشانه انا مش عشان شيء. والله انك زلمه انساني. شيف كاسة مي دمعت استاذ. نعم. افندي نعم. بدي هذا انا. اوف مره واحده. اسمع اسمع شيف اسمع. لحظه نعمل تيست. تيست يا امي. لسه اعطيه بس 10 ثواني. كمان كمان كمل كمل. ايوه لا مزبوط هذا. كمل. هذا انا. هذا حار. انا هذا انا من بعد الحار. يلا اشرف بدك تسمعنا هلا. هذا انا. يلا هذا انا. الله ما اقدر اكون غيري انا. هذا انا
ما اقدر اكون غيري انا. الله، بكفي الحر ولا بكفي الاغنيه بعد كل وحده؟ انا الربيع هلا، انا الربيع بسرعه عشان تنسى الوجع. افتح لها هلا. اوكي هلا. انا الربيع انا الخريف، انشد خيالي مع كل طيف، ارسم حروفي الله دمع القلوب، ضاعت حياتي بين الدروب. كمان ايوه هذا انا. هذا لست فوق أنا. اطلع هذا لست اطلع أنا. اطلع اعلى اعطي هذا انا. كل انا الله. ما اقدر اكون غيري انا. زافه كبيرك يا الله. الله يا اشرف. الله يا اشرف. الله يا اشرف. شايف الاوزان دي؟ اكلها كلها والله. برافو عليك. تقدر تكمل طبخ هلا؟ برافو عليك صراحه. الفلفل سوبر حار هلا انقذني الشيف واكل هو وحده من اصل اثنين وانا دبرت حالي باثنين الباقيين. هلا كبيت وحده بيني وبينكم واكلت وحده بس انه خلص. استاذ حسام، حسام أيوة. انت لو حتغني حاشيل لك اياهم دلوقتي بجد. اي اغنيه اغني؟ يلا بينا غني. يلا اضرب. يلا لا اللي انت عاوزه. اللي انت اساعدك وتجيني تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي لغيري. خلاص خلاص انا هنشيلهم. احنا هنشيلهم. هشيل ولا كده؟ لا لا هشيل 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 ما بلاش عشان الشيف. عشان انا خرمت ودانهم كلهم عشان الشيف. ما الشيف ما يزعلش بس. ماشي ماشي يا استاذ. هو انا يعني بقيت شغال بيهم وعمال اعمل واشيل وبتاع، بس يعني عدت صح. الحمد لله كانت حاجات بسيطه اللي هو في الوقت اللي هو شغال فيه. يعني لما جالي العقاب كانت الحاجه يعني دوبك ايه، بشيل الحله بنزل الحله. فبالنسبه انا بروح الجيم بقالي فتره، فالحمد لله يعني خفاف قوي قوي الاوزان دي بالنسبه للاوزان اللي انا بستخدمها في الجيم. امل طالب روح. شو كيف كانت زيارتك لهلا؟ انا مكيفه يا مان. مبسوطه؟ انا مكيفه ومش ناوي في قريبا هنا ولا لازم نسبك؟ مش ناوي. لا عم لاقي نفسي شيف. أنا عم لاقي نفسي بعمان. عم تلاقي نفسها بعمان عن جد. الشعب والله. رحتي على مولات أمل؟ رحت بلف الدنيا بعمان. لا بس عن جد عمان رائعة من. لا يعني احنا مبسوطين كثير بوجودك ووجود الأستاذ أشرف اللي عم يشرفنا. وبس هلا شباب ضايل نص الوقت خلص وضايل نص الوقت الثاني، يعني ضايل 15 دقيقة. حسام داغر بلش يشغل الأصوات جوا الاستوديو، فمضطرين نروح إلى فاصل وبنرجع نكمل. يلا أشرف تحدى حسام يغني، فشو عمل بالغنى والبيض والكريمة؟ وشو قصة الضيعة اللي حكتها أمل؟ خليكم معنا بعد الفاصل. طباخ فندي قبل الفاصل شفنا حسام شرب أغلى كاسة ليمون بحياته، وأشرف غنالنا رغم معاناته مع الفلفل الحار. رجعنا معكم اكيد ومستمرين. شيف تيمور الموج اليوم منور بالابيض، والابيض معطيك بياض القلب كمان يا زلمه. يعني عم تحن عليهم كثير اليوم. شو تحرجني انت؟ لا اليوم امل حكت لك اكثر من مره في رحمه. يعني انت بالاخر احنا صحيح انا الحاكم الناهي الان وانا بقرر مين بده يفوز مين ما بده يفوز، واصلا قواعد اللعبه انا ما عم بمشي عليها. وفي نوع من انواع الراي يعني رأيي بس دكتاتوري. يعني. دكتاتوري، دكتاتوري بس دكتاتوري. وهي أصلاً هاي اللعبة ما فيها أي نوع من الحق، يعني ما فيش فيه حق، فيش يعني. ديمقراطية في فيش ديمقراطية الموضوع. بس أنت خلقت هيك ولا على كبر بنات؟ أنا لا على كبر بصراحة. كنت حياة مرمطت فيك. كنت كيوت وانا صغير بعدين بطلت أنا. عفكرة احنا ما طلبنا للشيف. هو إجا مرمط فينا بلا سبب. بس بصراحة أحكي لك إشي، أنا كتير مبسوط لأنه حلو تشوف لون أو ريحة من مصر موجودة معنا. أو هواي حالياً. هواي هو هواي هواي صحيح. طبعا احنا يعني لبنان ما بقدر اقول لكم قديش احنا كشعب اردني كثير والله شعور متبادل يعني بنحبكم يعني، ونحن ناطرينك رابطين لك على المطار. فاحنا مبسوطين وتشرفتوا انتم معنا. بس نرجع للعبه ونرجع للقواعد الصعبه. انا اعتبر حالي مش سامع. اعتبر حالك مش سامع لان انا شفتك وانت عم تفتح الطنجره وعم تحرك الرز، وهذا يعني غلط.
لا شيف عن جد هلا خلص الحر حرام. مش مشكلة عشان يتذكرنا ويحلف بحياته ما يرجع. معقول بعدك عملنا مقدمة نرجع له. أنا آسف لأني وأنا مضطر يا صديقي يا حبيب قلبي. الرز لما تحطه على المي وتسكر عليه تتركه نهائيا. انت ايش عملت قبل شوي؟ انا تركته نهائيا وفتحت الجرار. طب اعتبرنا الرز وتركنا. قلبك طيب. اعتبرنا الرز وتركنا. الرز وتركنا نهائيا. طيب طب ليش انت طلع بعدين شعرك ايرلي يا ريتني رز. ماشي بس عشان اليوم لابس ابيض راح شوي. الابيض يليق بك. قول ميرسي ميرسي كثير. مشيت حسام. ايوه حسام حبيبي شو بتعمل قاعد عند الفور؟ يلا خش انا كنت بعلي بس حاجه. بتعلي ايش حاجه؟ بدل 200 خليت 250. يا عيني عليك عشان انت هتحرق يعني الفراخ كله هتحرق. الفراخ كلها هتحرق. لا ما انا عيني عليها. عينك عليها. بدل ما اسيبها مثلا 5 دقايق 10 دقايق اسيبها 7 دقايق. انت طب مبسوطه انت من اداء حسام؟ انا متاكد انك انت عم تغلي من جوا. انا عمال اقول له حاجات وهو بيعمل حاجات ثانيه. انت هتعملي فراخ بعد الحلقه يعني. طب انت هو انت عم تحكي له اشياء. هو ما برد عليك. انت احكي لي بس. اذا هو ما برد عليك انا بخالفه. لا يعني بدك انا عمال اقول له ابدا. بدك اعطيه بز انت احكي. لا لا مش عبري لي عن شعورك بس احكي لي. على العكس انا مركز معاها. انا موجود هون اي مره بدي اقول نصايح كتير. كان في كذا حاجه عمال اقول له مثلا نبدا بالفراخ عشان لسه هتخش الفرن وهو ما عرفش كان مركز في حاجه تانية وعمال يقطع في يعني عمال يعمل حاجات تانية وعمال اقول له نبدا بالفراخ. انا كنت مركز معاهم هم مش معاهم مش عارفه ليه وكذا حاجه كنت بسمع بيقولوا ايه الناس. والميه حط الميه بتاعت الرز كلها وانا قلت له حط شويه عشان نشوف العيار الرز قد ايه. بصي بقى لقيت الميه كتير والرز قليل. السنس بتاعكم غير السنس بتاعي. طيب انا مش عارف انا بعمل حاجات مختلفه عن سنس الستات لكن في الاخر تاكلي صوابعك وراها. انا جعبالي صراحه اسمع اكتر من اشرف ويرد عليه باغنيه سوق اوقات. حسام ما بيعرف حسام يغني. ما بيعرف يغني؟ ما بعرفش اغني. لا لا يا عم ليه ازعلك والله. لا احنا بنسمع صوتك يا زلمه. انا بتحداك اذا بتغني. اعطينا ريفرس سايكولوجي. هاي اللي بيغني 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 لازم هلا انت عشان بتغني بجد بقى هكروني بيه ازاي يعني اعمل اعمل حاجه انا بعرف اعملها. لا حلو. طب يلا من اغنيه هكروني. هكروني ازاي شو اسمها الاغنيه هاي؟ فكروني يا بيه مش هكروني. صح فكروني يعني الله باي رجعوني اخي رجعوني غير رجعوني ولا كلمتين اصلا. انا عارف بس عم نمزح استاذ اشرف باور بوينت. انا انت مين عم تغني؟ هلا مين غنيت انت؟ لا ما عمري ما غنيت ولا بعد. انت هلا غنيت لمين؟ ام كلثوم طبعا. انت غنيت لكوكب الشرق. كوكب الشرق صح؟ طبعا. يعني لو هي سمعتك هلا حتطلع وتيجي على الاستوديو يا استاذ حسام وتقول لك من شان يعني انت عملت ايش خربت الدنيا والصوت والاغاني بجد. هتيجي تحكي لك انا اسفه جدا. لا معقول؟ انا عملت كده فعلا يا زلمه. انت ممنوع ممنوع تغني لكوكب الشرق. ممنوع صوتك ازاي بيطلع على كوكب الشرق؟ انت اللي قلت لي غني. انت بس تعمل بس بصوت واطي. احنا بس احنا بس بس طب اخد بزين كمان واغني الفيروز بقى. دمر لكم فيروز خالص استاذ حسام. ايوه رجعوني عليك يا غالي. فرجعوني اليك اجيب لك ايوه تحدي جديد. واو ده ايه ده التحدي ده يا استاذ حسام؟ حلو حلو التحدي. هو تحدي يا بناكله يا بتاكله يا بنرميه عليك. انا تاكلوه ترموه عليا. مش انت بس اللي عندك برامج. موت هتعمل خليها تاكلك. بص يا استاذ حسام ده طحين. ايوه ودي بيضه ودي كريمه. هتنقي دلوقتي يا تاكل معلقه طحين وبيض وكريمه يا نرميهم عليك. كلهم ولا ممكن ترموا عليا؟ لا الثلاثه الكريمه. هو يا حرام اكل اليوم لمناض وكريمه اليوم هضر. لا اعتقد ممكن تاكل. ما انت كده كده بتاكل. بقدر اعمل لك اياهم بخلطه. اخلط لك اياهم وتاكلهم. لا انا بشاف احمد اعطيه باز. انا بقول اخلطهم مع الليمون يجي كويس. ده بجد اكلهم. اكلهم ماشي. اخلط لك اياهم. هاتي معلقه هاتي معلقه بسرعه. يلا اعطونا معلقه. جاي 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 جايكم الدور. شوف استاذ حسام يعني انا عم اهتم لك بالبرزنتيشن. واو 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 شوف نيالك يا حسام. هاي كريم غلي انا بنوي لومن دو ده كريم دو لاكريم. هاي ساكري كيك اكلام فرنساوي فرنساوي جميله جدا طبعا. اللي ما يعرفش يقول عكس. نحن ناكل بايدينا ده مثلا عندنا يعني. شوف انت بتنزل فيها هيك هيك
ايوه يا حبيبي. لا لا خففك حرام حرام. سعيد حسام انسان رياضي بيروح الجيم وبياكل هو البيض باللبن ده بياكل صلب طبعا. مش اي كلام حسام باغر هياكل دلوقتي. ادينا الاعلان عشان تتعلم مره ثانيه. روح اوبا احنا ابطال ايش نعود لكم. خلاص جيبوا له مي المي المي اعطونا مي يا استاذ. طب والله طعمها حلو. ما اقولكش تجنن فظيعه. احمد كمان هو بياكلها لي بقي كده وانا باكلها كنت حاسس ان انا هعمل قرفان قوي مش قادر بس اول ما بلعتها طعمها كان مسكر قوي. صحتين وعافيه. ماشي عشان مره ثانيه تتعلم. شوف كم بز خدته لحد دلوقتي. اتعلم ما اغنيش لام كلثوم ولا اغني لاي حد مالك ابدا. دلوقتي دي حاجه تفتكرها طول عمرك. اشرف سمعت انت بتشتغل بمجال الاعلانات وتعمل اعلان صوتي. بدي تعمل لي اعلان للاكل اللي عم تعملها هلا. بس انا بس قبل الاعلان يعني لا ما حرق هلا الفلفل ما بنفع معه لازم اتعلم كمان مره. معقول لاني منبهته قبل مره قلت له ما حرق بس شوف يا زلمه برجع بحرك الرز الرز ما ليه بتحرك الرز ليه حطيت اللون ليه بتحرك الرز قلبت اللون معه بتحرك الرز ليه كيف بتلا اللون الاخضر. شوف مين على الباب. شوف مين على الباب. الو انا اسف. يلا حقك انا اسف. احنا هلا راح نحط لك سماعات لامل. راح نعطي السماعات وراح تضلها تحكي لمده 5 دقائق امل بدون ما تكون سامع انت ولا اي شيء. بدك تضلك تحكي وتعملي لنا ممكن سكتش. احكي اللي بدك اياه 5 دقائق امل. انا حاطه السماعات. انا اسف. يس هي حاطه سماعات. بدك تعبي لك 5 دقائق. بدك تحكي لي قصه من الضيعه لمده 5 دقائق. كثير 5 دقائق. بس قبل هيك انا بدي اياك بس تعطيني اعلان للاكل اليوم. هاي الاكل ما بنعمل له اعلان اي شيء. يلا فينا دي البرزنتيشن يعني ايه انه كيف عم نعمل يعني. ايوه يلا اعطيني بس فصحى فصحى طبعا. آه يلا معوض على الفصحى. نسمع على الشاشه هناك هناك هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا المشاهدين اهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي ليس له علاقه باي شيء يتعلق بالطبخ. هنا لدينا الارز الذي حركناه 3 مرات حتى الان. وقد نلنا بزين والثالث في طريقه الينا ان شاء الله. وهنا الدجاج قد اصبح في الفرن والبصل يقلى على جنب. و نشكر الشيف القدير. أوكي هلا أمل مياجي. هلا أمل ما عم تسمعنا. هلا أمل ما عم تسمعنا. احكي لنا سر عن أمل بدون ما تكون سمعنا. سر عن أمل بدون ما تسمع. أنا عندي صوتي عالي. أنا عندي مهرجان. مش عم نسمع عنه. احكي لنا أي سر عن أمل عادي. أوكي واو يعني بدي أخبركم شيء عن الضيعة بس أنا ما عم بسمع حالي. لا احكي. أم برلال أنا وياها. هي شعراتها هيك من هي صغيرة. من هي صغيرة. كيفك صاروا؟ بصراحة. وقتها ولدت وكان عمرها حوالي السنة. انتي بس احكي للشاشة. كان شعرها خفيف. خفيف خفيف. فنصحونا نصحوا الختيرة لأهلي. الختيرة يعني بتجدي وكذا. نصحونا لأهلي انه يحلقولا راسها على الموس. هذا ما حدا بيعرفه. حلقولها على الموس. حلقولها راسها على الموس فطلع هاك مرة واحدة. وي فكر ان شعرها حلو. مش عم بسمع شيء. المشكلة احنا اللي عم نندم. قلت لك شو بدك بس شغلي. لما كنا صغار مرة رحنا عند عالم كنا معزومين عنده نمنا عنده واتفقنا الصبح قالوا لنا خليكم على الترويقة. اوكي قالوا لنا شو عاملين قالوا لنا بيض. قال اشرف يس انا بحب البيض. قام البابا ضرب على امه انه عيب شو مش اكل بيض بحياتك. تاني مرة رحنا عند زيت العالم قالوا لنا خليكم تروقوا عندنا. قال لنا شو عاملين البيض قالوا لنا اشرف بيض في ابو البابا سكت ما بيقول هيك عن نعمة. انا ما فهمت شيء من القصه وهي مش عارفه مش مهم مش مهم والبرزنتيشن بس رهيب رهيب. نحن ضايل معنا دقيقه واحده للطبخ يا استاذ اشرف طالب. انا خلصت دقيقه واحده بس. انا جاهز. انت جاهز؟ طب بلش اسكب. حسام انت جاهز ولا شو؟ لا مش هالقد جاهز. احنا قدامنا نطلعها من الفرن برضه. احنا بس ان الفراخ بس تاخد لون و انت معاهم 10 9 8 7 واحد الله يا زلمه واحد الله 6 خلوها خلوها 5 4 3 لا 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 ما في بعد بتعطي 3 غير 2 3 بس بعد 1
احنا راح نروح الى خليها بالسماعات، شو رايكم؟ خليها بالسماعات، راح نروح الى فاصل ونرجع نكمل معكم مره ثانيه. يلا كنا طلعنا قطعتين منها وخلاص. هاتي لي الجوانتي، هاتي الجوانتي يا سوف الحقيني. بعد الفاصل راح نعرف مين تاهل معنا للمرحله الثالثه، فريق حسام وسهى ولا فريق امل واشرف. طباخ فندي. أمل وأشرف حكونا قصص من الضيعة، والفريقين كانوا مخلصين طبخ. شو تقييم الشيف ومين راح يتأهل معنا للمرحلة الجاي؟ خلينا نشوف. إذن هلا وصلنا نحن لفقرة التقييم. الشيف تيمور مضطر يفوت يشوف شو صار جوا المطابخ. شيف تيمور، مين حاب تبلش؟ بدي اروح. مش حاب ابلش انا. يا حرام، نبلش بصوت ال يلا اشرف، حط صوتك كثير، بفضل تضحي فيه باغنية. اهلا وسهلا. يلا شرفونا احبابنا. تحب لبنان؟ طبعا يا زلمة. تحب بعلبك؟ بموت على شرفك طبعا. بعلبك أعطيني. يا قلبي لا تتعب قلبك، وبحبك على طول، بحبك بتروح كتير وتغيب كتير. أيوة. وزورنا من عمان عبعلبك. يا قلبي لا تتعب قلبك. الله ربحنا خلاص. أيوة. السلام عليكم. عن جد ربحنا خلاص. عن جد وسممناك ومرات. إذا أكل مش حيوصل عبعلبك. يعني احكي عن البرزنتيشن. أنت سيبك من شوف البرزنتيشن، يعني أنت ممكن توصل لميشلن ستار مطعم، يعني فهمت علي كيف؟ يعني إذا بشوفك شيف بتقدم هذا الطبق راح يحكي يعني أوف بصراحة، وينتحر وراها ينتحر وراها. يعني يعني أوكي، أنت لونت الرز وضليتك تحرك حركته الرز 500 مرة، حاولت تعمل كارملايزد أونيون بس مش فاهم يعني. بس شرف المحاولة يا يعني. ممتاز ممتاز. هو كارما هذا. الدجاجة الدجاجة يعني هي يعني هي نيم غطس هي من برا مستوية من جوا. هي هي ميتة، هي ميتة رجع قتلها كمان مرة. مع ضربت الميت حرام بعدين دهنتها انت. فيعني موهنا هي نيم مدهوني صوص. شو بدنا نكذب على بعضنا يعني. بس 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 عزمت انه انت عم ترسم ارنب. انا عامل حالك بتاخذ علامات. انا عم برسم انا 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 عم برسم علامات ترسم تحطها. عم برسم سكينه اطعنها. مش عارف كيف، بس مش عارف كيف بدي اطعنها. عم برسم ملقه احفر فيها قبري. لا بصراحه يعني في جهد، يعني احسن من المرحله الاولى. مهضومين يعني. مهضوم يعني حاسس انه في، ولكن ولكن ما تدخلش على المطبخ حياتك. هاجر حياتك تفوت على المطبخ اكل يعني. تقولوا ممتاز. اهلا اهلا، نورتوا تكة المصري. برزنتيشن عشان بس مش تكة اللي انتوا عارفينه. لا هذا مش تكة، هذا هذا انت عملت لي تكة في قلبي لما يعني دي هارت تكة. هارت تكة. حلو كثير. حلو جد عملت لي جد شغلي. شوف هذا الحكي انا بس قلت لازم اشتغل بالكميه كلها. هي دي المشكلة يعني. ده يدل على إخلاص وكرم يعني. كان لازم أخذ ورك واحد كده وأعمله. أيوة بالضبط. عملت ده كل الاستوديو. شوف أنا أول مرة بشوف رز أخضر. الرز لقيت لونه أخضر. بالطحالب البحرية. بتفرجوا بالحديقة. استغربت اللون قوي قوي. ما بينظبط مع الاستوديو يعني. أنت عامله والله هم اللي عاملين لي الاختيار اللون ده. أنا أنا حاطينه مع الاستوديو. عندنا لون تكة اللي إحنا عارفينه. حق الإعداد. لا 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 خلاص، بس أنا قلت يمكن أنتوا تكة عندنا بياكل. عن جد؟ طيب ماشي. لا ولا شيء حبيبي ولا شيء. رزي احلى ولا رزه احلى؟ قلت ايه؟ شوف يعني انت الاشي الوحيد اللي يعني ها بس تدوق بس اللي هي اللي هو مش انت الاخت الفاضله يعني هي اللي ساعدتك انه في بوادر لون من الاستواء. بوادر بوادر لون يعني. بوادر احنا لون احنا عشان يعني انا انبسطت انك انت حاولت تعمل الصلصه. عملتها بايدي. عملتها بالمش عارف ايش. عملت كميه كبيره عشان تكفي. يا على الكرم يعني. ما رضيتش اعمل لحسه كده. لا والله لا. قطعت كذا طماطميه وصلصه بجد. انا مغلبينك. انا والله دوق بس انام. انا عايزك تدوق. في مكان جنبك هتدوق ولا خايف؟ بس بعد الحلقه.
بلاش. لا والله دو حته صغيره بس الفراخ عندي تجنن والله. هدوها لكم واحد واحد يعني هتاكلوا يعني هتاكل هدوها لكم واحد واحد حاسوا الطبق بتاعي صدقوني شريره اهو. انا بدي احكي احنا عشان مرحله ثانيه احنا صراحه يعني تعلقنا فيكم ونحن كثير يا شباب يعني صار وضع شوي صرت ازعل اني راح اضطر اني اخلي واحد فيكم غادر معنا اليوم في المطبخ ما اعرفش مين قولها بدي اشوف مين ما تقولهاش قولها بدي اعرف انا النتيجه راح نعرف النتيجه بالاخر يعني بعز علينا شيف بس بالاخر احنا بنشتغل بزنس هذا بزنس مشاعر على جنب شيله بالضبط بنحط المشاعر تاعتنا كلها على جنب وبالاخر ليش؟ يعني صاروا اصحابنا صرنا اصحاب بس ما بيعني انه بنستقبلهم يطبخوا خلص. اشرف وامل عملت شغل كثير حلو قلوب عم تدق استاذ حسام وسوها عملت شغل جامد جدا ولكن طباخ افندي هو طباخ واحد فقط اللي راح يتاهل للمرحله الثالثه وعلامته اعطاها شيف تيمور 6/10 والله مقابل 3/10 تبا هي تبا بتقول لك ليه كده ليه تيمور فوز واحد منكم اليوم هو اللي راح ينتقل ل المرحلة الثالثة راح يكون موجود معانا وطباخ أفندي لحلقة اليوم هو حسام داغر. هتاكلوا الفراخ يعني هتاكلوا الفراخ شوفوا قلتلكم خسرانين هياكلكم الفراخ لو كسب شيف ده حبيبي 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 حبيبي. إذن حسام داغر ألف مبروك لإلك راح تتأهل معنا للمرحلة الجاي كان عندك 5505 أنت بتحب تزود بالملاليم فبتغلبنا وصار معك 8505 أوه يا ريت المرة الجاي تزود بأرقام أكبر في جير له حسابي عشان ما نتعب. ألف مبروك لإلك أمل طالب النجمة الكبيرة أنا برحب فيك مرة ثانية وأهلا وسهلا فيك يعطيكم ألف عافية وشكرا لك وهذا بيعني كثير أنك أنت عن جد موجودة معنا لدعم هذا الشيء فشكرا لك أنت والأستاذ أشرف. أنا صار لازم ودعكم وخبركم عني أنا كل القصة لو منكم ما كنت بغني غنينا أغاني عورة غني لواحد مشتاق دايما بالآخر في آخر في وقت فراق. المنافسة كانت حلوة ومسلية بس اللي تأهل معنا هو فريق حسام وسهى راح نكون أكيد موجودين معكم الجمعة الجاي أنا وشيف تيمور إن شاء الله وتابعونا دائما على قناتكم قناة رؤيا برعاية أورنج الجمعة الجاي صباح الخير باي.